سلام الله عليكم. عندنا الأخت طبعا لها عدة سنين التي تعالج. الآن اتضح مؤخرا، يعني ما يقارب قبل 5 أيام، إن عندها ورم سرطاني ما بين الدماغ والأوعية الدموية. الآن قرر الدكتور يعني السفر إلى مصر من شأن إجراء هذه العملية، لأنه العملية هذه باليمن العملية طبعا حساسة ومنطقة يعني خطيرة جدا، وما تتخذ هذه العملية إلا بدأ يعني بالهند أو مصر أو بالأردن. قبل ما أكمل موضوعي للمرة الألف ننبه، طبعا حالة السرطان كثرة بشكل غير طبيعي. أكثر محافظة على مستوى اليمن سرطان هي بداخل محافظة إب. أتكلمنا وأنه السبب الرئيسي وقد علم الصغير والكبير أنه مياه المجاري الذي تسقى الخضروات بشكل عام. الآن مياه المجاري كل القاذورات والأوساخ وكل حاجة داخل مياه المجاري وتسقى. رحت يعني عند واحد صاحبي يبيع بطاط، قال لي ما انصحك تشتري لانه البطاط والله انه مياه مجاري، صاحب النعنع، صاحب الثوم، صاحب البصل. طيب الان 70% كلهم بسبب مياه المجاري. اتكلمنا اكثر من مره والله انه حرام، الناس يوميا شخص بعد شخص يتساقطوا يعني اموات بسبب مرضى السرطان. اوجه رساله للمسؤولين، اتقوا الله بهذول الناس، بنات شباب يموتن يوميا بسبب السرطان، اطفال يموتوا بسبب السرطان، صغار كبار، يعني يكفينا الوضع اللي حاصل من هم وفقر وغلاء اسعار. يعني الناس ما قدروش يعيشوا، ما قدروش ياكلوا يشربوا، يعني الان لما احتاج الى الان تكلفه العمليه 15000 دولار. وهم حاله هذه البنت طبعا يتيمه، ابوها متوفي، اخوها الثاني الكبير متوفي، حتى عندها اخ عنده تنتين اطفال عندها اعاقات، يعني بسبب كل هذا التلوث بالمياه المجاري. اوجه رساله، اتقوا الله في هذول الناس. ثانيا ايضا الام بسبب يعني الحزن على بنتها، يعني ليل نهار هي بكاء لما الان حصل لها نزيف في الشبكه وتحتاج الى سفر الى صنعاء لكي تعمل حقن لكي يعني تستلفي نظرها من العمى. انا اوجه رساله، احنا باحب الايام الى الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اعطي كل من فقن خلفا واعطي كل من سكن تلفا، انفقوا عليهم انفق الله عليكم من كل خير. اسال ان الله من مد يد العون هذه الاخت، لانه والله المستحقه ان يفرج الله عنه ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجزاكم الله الخير. طفي الماطور هذا، حرده، طفي الماطور بده. كل عام البيارات هذا الناس ياكلوا البيارات هذا صاروا معنا في عمرها خلاص. طبعا هذا ينهي الموضوع هذا تماما، ينهي الموضوع هذا تماما. روح لنا رقم احنا نتواصل معاكم. ما اعرفك والله، ما ندري من انت، والله ما ندري من انت، والله لو انت اخي هذا انفسك. قبل ما يجمع يا خالتي